بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد عن لعبة كونان اكزايلز بالحلقة الثانية، فيلا خلينا نبدأ. طبعا يا جماعة بهذا المقطع ما راح يكون في فيس كام لأسباب بسيطة، يعني بعدين إن شاء الله بحط الفيس كام بالحلقات القادمة، ولكن راح أجرب أعمل هذا المقطع بدون فيس كام. مثل ما قلت لكم كان في مشكلة بسيطة وإن شاء الله أقدر أحلها. أوه شيت 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 شيت، اصبر 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 اصبر، يا ليل عليه، إيش فيك يا حبيبي؟ هاي ابلع، شايفني خايف منك يا حبيبي؟ ابلع ابلع، روح روح، تعال تعال، هات هات لي معك، هات لي معك، موت هات اللحم، بلكي اطبخ اللحم. انا حاب لكم يا جماعه اني سويت كرافتنج للشيء جدا حلو اللي هو هذا الشيء. يا جماعه هذا عنده دامج اكثر من اي شيء كان على ما اعتقد. شوف الدامج تبعه هو 10 هيلث دامج 10، بينما السيف بيعطي 13. اوكي انا طلعت غلطان مدري ليش. الارمر كيف هذا ارمر 10؟ ما ادري الصراحه. المهم يا جماعه هذا الشيء اسمه جدا قوي وسريع، واكتشفت حركه ثانيه، الشقلب اللي ورا. شوف يا جماعه ما ادري كيف هيك الشقلب اللي ورا كانت تصير. المهم خططنا لهي الحلقة رح يكون لازم لازم نروح نصنع بيت بمكان من الأماكن، لذلك أنا رح أتقدم من هون لمكاني، رح أروح أدور على بيت بمحاذاة النهر هذا. زي ما شايفين هذا النهر رايح، أنا قلت لكم الوجهة تبعي رح أروح إلى هاي المنطقة اللي هون، فلذلك رح أسلك هذا الطريق اللي هون لبين ما أخيم بيت بوسط هون، لأنه طبعا مشوار من هون لهون جدا طويل. هاي الحلقة راح تكون تخييم هون بهذا المكان، ونحن بطريقنا راح نحاول نشوف الأشياء العدة لحتى نقدر ناخذها، يعني إذا طلع معنا حيوانات أي شيء راح ناخذهم معنا ونعمل أي شيء ثاني. فراح أخلي الكامب فاير هون، أنا ما يمديني آخذ الكامب فاير معي للأسف. ما يمديني آخذ الكامب فاير، خلاص خلي الكامب فاير هون، خلي زي هيك علامة تذكارية. أنا بعرف إن الليل حيحل قريبا، لذلك راح نصنع حاليا تورش، خلي بإيدنا بخلي بيدنا تورش، ما راح أستعمله طبعا. اول ما استعمله رح ينقص، بيكون معي 10 دقائق فقط لحتى يمديني استعمله. انا عارف انه الليل حيجي، عشان هيك عم بعمل احتياطات يا جماعه. فخلص صار لازم نحرك، خلينا نحرك على الوجهه تبعنا، هي نروح على محاذاه هذا النهر، بس لازم اعبر الطريق اللي هنيك. المشكله يا جماعه شوف شوفوا في تماسيح هنيك، شوف 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 جالس ياكل البني ادم، والله جالس ياكل يا حبيبي. ايش هذا؟ تمساح هجم علينا كمان، يا ليل والله ما انه محظوظ ابدا هذا الشخص. خلني اخذ كمان وحده، هاكل بيض كمان عشان دمي. تعال تعال نروح نساعده، تعال نروح نساعده يا جماعة، والله أكلوا أكل. تعال أساعدك، أنا أساعدك. روح روح عشان التمساح من روح. ول 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 ول، لا لا لا، امزح 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 امزح. ول 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 ول، إيش هذا؟ واو أنا أساعدك بهذا، بس أنت ساعدني بهذاك. ول 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 ول، والله قتلوه. لا ما قتلوه، انا حابب اساعدك لين ما يقتلوك. لا لا لا، قتلوه 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 قتلوه، ثلاث تماسيح علي. اهرب يا محمود اهرب، والله ثلاث تماسيح علي. خلني اشوف ايش كان معاه. طيب ايش كان معاه؟ موارد. ابعد عني يا شيخ، ابعد عني. ايش كان معاه؟ موارد. معاه موارد ايش؟ معاه راس هذا. لا لا لا، انا قضوا علي، انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت انا مت. اهرب يا محمود اهرب. ول 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 ول، والله امزح، خلاص امزح. والله التماسيح يمديهم يسبحوا كمان، انا ايش فيني؟ التماسيح يمديهم يسبحوا. المشكلة هذا اللي حيعلقوا فين لبين مدري كم. خليني اكل خليني اكل، ريجنريشن بسرعة بسرعة. والله لازمني حشرات لازمني حشرات. هات بيض هات بيض هات بيض، والله اسرق البيض اللي هون كله. تعال 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 تعال، يلا مع السلامة. حيهجم علي هذا القطيع كله، حيهجم علي. حشرات حشرات، يس يس يس، طلع لي حشرات. اكل حشرات عشان دمي. يرحم لي امك، ابعد عني، يرحم لي امك، ابعد عني، ماني ناقصك، ابعد عني ابعد عني. واو الشلال هون خطير، ابعد عني ابعد عني. ايوه راح راح راح. واو واو واو، والله اشياء خرافية عم بتصير معانا، ان شاء الله هي ما تتعرض لنا. لا هجم علي، ايش فيك؟ ايش فيك؟ ابلع ابلع ابلعي، مع السلامة. انت كمان ابلع، سوي لي فيها فنان. والله ده انت مشكلة عم تدمجني كثير. ابلع ابلع، روح روح روح. ايش فيك؟ والله جالسين كل، هات الفايبر اللي معك. والله هذا اللي اسمه، ناخذ سهم. خلينا نشوف ايش في كمان. ها ما عجبك؟ ها ما عجبك؟ ما عجبك الوضع هون؟ العب يا حبيبي، ما عجبك الوضع. ايش معك؟ واو 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 واو، معه 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 اسهم منيح. خليني اشوف كيف ممكن اصنع بو، كيف ممكن اصنع الرمح هذا. واو يمديني اصنع رمح حاليا فورا. خلاص نعمل كرافتنج لهذا ونصنع رمح. يا جماعة الرمح جدا مهم مفيد. اوه لازم لي 7 توين، حلو حلو. خلينا نصنع، خلينا نعمل كرافتنج لـ10 بعدين اشيل هاي. خلاص
وين الرمح؟ خلني اصنع رمح بسرعة، اشيل البيض من هون او خلي البيض هون، اشيل اللحمة احطها هون، اللحمة حاليا مش ضروري تكون بايدي. التورش خلينا نحطه هون وخلي حلو حلو جدا حلو. معانا اسهم، كيف ممكن اصنع اسهم؟ لازمني فيذر، ما ادري كيف اجيب الفيذر او هذا السهم. حلو، يمديني اصنع هذا السهم العادي. خلينا نصنع اسهم عادية، اعطاني 10، اعطاني 20 سهم، اعطاني 30 سهم، واعطاني 40 سهم. واو، اعطاني 40 سهم. شوف يا جماعة الشيء الخرافي، كيف يمديني اضرب؟ اوه صح صح نسيت، لازم اشيل الاسهم اللي هون واحطه هون عشان يمديني استعمل. زي ما شايفين، شوف شوف يا جماعة، يا سلام شغالة، حلو حلو. شوف ايش في بهذا التشست اللي هون، حجر. ما راح اخذ حجر، لا ماني محتاج حجر. تصدقوني يا جماعة المكان التخييم هون، حاسس انا مكان جميل صراحة نوعا ما. ما ادري ليش بس والله حبيت المكان هون، يعني احسه مكان جدا رهيب حد الشعلة اللي هون. طيب المشكلة لازم انتظر الصباح، وانا ما فيني انتظر الصباح، لازم اتحرك. ومشكلة كمان في وحوش جدا راح تطلع. اوه بعدني عم اقول وحوش، بعدني عم اقول وحوش. طلع طلع الشعلة، شوف شوف يا جماعة، شوف 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 تمساح، شوف شوف يا حبيبي، شوف انا لازم ادعس هذا، لازم ادعس التمساح، لازم. كيف كيف اخليه يحترق؟ اوه والله حيدمرني. لا 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 ابلع، يا سلام قتلته قتلته قتلته. تدرون ايش؟ خلني اطبخ لحم، خلني اطبخ لحم هون بالكام فاير. هذا ما يمديني والله، ما يمديني بالكام فاير اعمل شيء. خلينا ناخذ اسهم هذا كمان. طيب بما انه صارت وصارت، فراح اتحرك من المكان هذا. انا وين مكاني؟ حلو ممتاز، لازم الحق هذا النهر اللي صاير هون، صح ولا لا؟ حلو، لازم الحق هذا النهر يا جماعه، لازم الحق محاذاة هذا النهر. خليني اشيل منظور هذا الشخص عشان اشوف حوالي مثل ما بقول لكم دائما. خليني ادور على كمان شويه حشرات بطريقه، ما راح يضرني يعني. طبعا طبعا لحتى اوصل عند المدينه اللي حكيت لكم عنها، المدينه اللي لازم تكون هون، مدينة الكينج كونغ، اعتقد انه هو هون موجود الكينج كونغ او القرد اسمه الكينج كونغ او هون. لازم اكون مدرع جدا للاسف الشديد يا جماعة، لازم اكون مدرع نوعا ما. فانا كيف راح اطلع؟ خليني اتسلق. اوكي معلش الطرش راح مني شوي بسيطة، ارجع اشعله، شعل، يا سلام. خلي دائما هذا بيدك يا محمود، ما تدري ايش بيصير معك. انا طريقي تمام، انا طريقي خطأ، اوكي طريقي تمام الى الان. زي ما قلت لك خليني الحق محاذاة النهر. شوف التمساحين، شوفوا كمية التماسيح الموجودة أمامنا. أنا إيش أسوي بحالي بكمية التماسيح؟ خلاص شيل شيل الشعلة. إيش أسوي بحالي مع هذول التماسيح؟ تفضل يا جماعة احكوا لي إيش أسوي بحالي. وين ما أروح بيطلع لي تماسيح، الله ياخذ شكل التماسيح بهالجيم. طبعا في عنا كمان وحوش جدا بشكل هائل، حيوانات في عنا، وحيد قرن في عنا، أشياء جدا كثيرة. خلني أطلع لفوق أنا، ماني ناقص حاليا يجي يفترسوني مرة ثانية، خليني أحمي نفسي. شوف ثلاثة ورا بعض ماشيين يا حبيبي، إيش في؟ تدرون ايش؟ انا نفسي اجرب على واحد منهم الرمح، خليني اجرب. اصبروا يا جماعة الخير، لازم احط الرمح، مع انه كان محطوط فيه، ما ادري ليش ما صار. ناقص من دمه، والله ما شاء الله الكل بيهجم علي، اصيب واحد الكل بيهجم. لا خلاص خلاص امزح، والله امزح، مستحيل حد يطلعوا له اصلا، لذلك لا تجني البلع نفسك. الدمج تبعه قليل الصراحة، يعني ما ادري ليش الدمج تبعه قليل. ما علينا، خليني اكمل مشواري. انا طريقي ممتاز، طريقي ممتاز، قربنا من المكان، قربنا قربنا يا محمود، قربنا قربنا. حلو اطلع، يا سلام. خليني اركض شوي عشان لازمني اركض شوي يعني. ايوه اطلع، يا سلام على المنظر الرهيب. واو 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 على المنظر الرهيب يا جماعه. طيب خليني اكمل حاليا الى هذا المكان اللي هون، ادور على احجار. اوه عنكبوت عنكبوت عنكبوت، حصلنا عنكبوت، تعال تعال تعال. لا ما صبنا، لا كمان برضو ما صبناه. ما ادري ايش الحول اللي فيني، ليش ما عم ينصاب؟ اوه اوه صار يهرب يهرب. شوف شوف شلة لع... في كهف فوق، كهف ايرون، انا شايف ايرون من هون، في ايرون، في كهف ايرون. اصبر اصبر اصبر، خلني اروح خلني اروح، والله لازمني احجار ايرون. انا في تمساح هنيك كمان يا شيخ، وفي قرية فوق، والله اكبر. خلني 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 اروح اروح، في كهف هون، انا لازم ادخل الكهف هذا ضروري. انا قلت لكم الحلقه هي مرح، ما ادري ايش بصير معي، كل شيء. لا 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 تسممني لا تسممني، حمل امك لا تسممني لا تسمم لا تسمم، سممني ولا ايش؟ واه ول 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 ول، لا 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 لا، اوه ول 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 ول، والله حرام والله حرام. وين الكهف؟
والله ما خلوني اتهنى بالكهف يا شيخ. ايش هاد؟ خلني اطلع خلني اطلع خلني اطلع. لا جالس يصيبني جالس يصيبني. والله حموت انا، انا حموت يا جماعه، حموت حموت حموت. لا لا باذن الله ما حموت، باذن الله ما اموت. مشكله اعطاني سم، هو اللي ما ملاحظ اعطاني سم، ولا بيسبح كمان. انا مت، انا مت حرفيا، انا مت. ابعد عني ارحم لي امك، ابعد عني، ابعد ابعد ابعد. لا لا تجي لا تجي لا تجي. لا تلي بيتسلق كمان، لا تلي بيتسلق. خلني اخذ، خلني اخذ شويه بيض 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 بسرعه. رح اسحب على الكهف، معلش يا جماعه رح اسحب عليه، انا وضعي خطر، لازم اروح ادبر بيت ارجع لهذا الكهف بعدين، ما عليكم بس لازم ادبر بيت، لانه زي ما شفتوا اوه والله هجم علي كل البشر، قتلوه قتلوه. والله ايش فيه؟ لا تمساح ثاني. يا حبيبي والله اللعبه هي صارت مسخره بالنسبه للتماسيح اللي فيها، ما يمديني العب، بكل مكان تمساح، والله حرام صراحه. اطلع 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 اطلع، تسلق تسلق تسلق، لا يجيني الا تمساح، تسلق. اهم شيء مديني اتسلق واهرب. في صوت حيه، في صوت افعى هون. الحمد لله معي البيض. اوه لين ارنب، شوف التمساحين اللي هنيك، يا الله ايش وضع التماسيح. انا قربت من الهدف تبعي، لازم اخيم هون. انا قلت اصبر اصبر اصبر. لقيت كهف، لقيت كهف، لقيت كهف، لقيت كهف. ايش فيه؟ جالسين يفترسوه، اوه جالسين يفترسوه. تعال ساعده، تعال ساعده. ابلع، والله صبته انا، ابلع. مات مات يا جماعه، خليتي اقتلوه. ابلع يا شيخ، والله لقتل واحد فيكم، والله لا. وين جاء هذا؟ عمل تليبورت. ول من وين جيت؟ والله عمل تليبورت يا جماعه، شفتوا كيف جاء؟ ايوه روح دحدر، روح 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 روح. الله ياخذ شكلك. ما صابوني ولا اصابه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش هاي الوحوش هاي؟ واه والله دمه ما راضي ناس، والله دمه ما راضي ناس. اوه والله الله 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 الله. بدي ايرون، ممكن اعدي؟ بسم الله. لا خلاص والله امزح، والله امزح، والله ما عاد اجي عندكم ابدا، والله ما عاد اجي، اقسم بالله ما عاد اجي. هل عني؟ اوه هذا السيف، هذا اوه هذا السيف شكله قوي يا جماعه، 30 حجر 5 واين. يمديني يمديني اصنع هذا السيف. اصبر اصبر اصبر، 1 2 3 4 5، لازمني حجر بس. حلو حلو، ادبر حجر عادي، ادبر حجر من هون يا شيخ. هاي واحد، هاي اثنين، بدي 30. اوكي تم 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 تم، يمديني اصنع السيف هذا الطويل الكبير اللي ابو ايد، اصنع. خلينا نشوف كيف هذا السيف. بسم الله الرحمن الرحيم، خليني اروح على الشخصية منظور. وات وات ايش هذا؟ ول يا جماعة كيف يضرب هذا؟ ول 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 ول، كم دمجه؟ 19 دمج، والله احطه مكان هذا بكل جدارة. 19 دمج، هذا جديد، أول مرة أشوف هيك سيف بالماب كله. واو واو يا جماعة، والله شيء رهيب. تدرون ايش؟ أنا لازم أصنع البيد رول، البيد رول اللي ما بيعرف ايش هو، هو السرير اللي لازم بس مت يخيروني يرجعوني عليه لهذا السرير. لازم بس مت يرجعوني عليه، تمام؟ لازم أصنع، لازم أخيم هون، لازم أخيم هون يا جماعة، خلاص أنا أعتقد لازم أخيم هون. لازم أنزل عند المي ولا أبقى هون أدور على أيرون شوي؟ يا حلو حلو. طيب انا ما ادري صراحه اذا لازم انزل اخيم هون. طب تدرون ايش؟ والله حخيم هون، خلاص حخيم، حسوي بيت بسيط هون. ليش عم اسوي بيتي محمود؟ لانه يا جماعه انا وصلت لمكان جدا حلو، انا كنت بديت هون الجيم، فالحلقه الاولى وصلنا لهون وتركنا الحلقه، ولكن حاليا وصلت لهون، جدا انجاز رهيب، لانه اذا مت حيرجعوني لهون. تتخيلوا وين حيرجعوني؟ يعني انا امشي كل هالمسافه بسحب على السلسله بعدين، صدقوني انا مالي حيل ارجع امشي كل هالمسافه، والله ما يمديني ابدا. لذلك انا راح اخيم هون، بس خليني اشوف هذا الغزال ايش وضعه. يعني عم تهجم، يعني بتهجم، مسوي لي فيها بتهجم. انا اول مره احصلك بالجيم ومسوي فيها بطل على مخنا، ها مسوي فيها بطل على مخنا. تعال تعال خليني اشوف ايش بيعطيني. لحم حلو حلو، اهم شيء بدي الهايد، الجلد، جلد جدا مهم عشان الدروع. طيب خليني اجمع شويه احجار بحيث اني اقدر اصنع بيت بسيط. طيب يا جماعه انا حسوي البيت هون حاليا خلف الكواليس،
وراح ارجع لكم بس عشان افرجيكم النتيجة النهائية كيف طلعت، فخليكم معانا بس شويات اسوي البيت وارجع لكم. باك يا جماعة، أخيرا تم صنع البيت بنجاح بعد عناء شديد، وطبعا طولت جدا جدا لحتى أسوي البيت، فرح أفرجيكم حاليا النتيجة النهائية. مستعدين يا جماعة الخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف. واتاتاتام، هذا هو البيت اللي سويته يا جماعة، بيت على السريع، كان لازم من الضروري جدا إني أسوي هذا البيت. فالموارد اللي معي هذول اني كلهم جمعتهم، فما كذب عليكم رفعت الانتاج اكثر عشان يقدروا يعطوني موارد اكثر من الاحجار. شوفوا كميه الاحجار اللي اخذتها عشان اقدر يعني اصنع بسرعه، ولا حياخد مني ساعات طويله كان يعني. فراح ارجع هذول الموارد هون لانه خلاص صار بدنا نستعملهم يعني بعدين. اخذ هذا من هون، نجيب هذا شو اسمه هون، خليني ابدل الاماكن هذول. بعدين ايش كان لازمني؟ لازمني يا محمود ايش كان لازمك؟ خلينا ناخذ البيض تبعنا كالعاده ونحط هذا هون، ويمديني احسوي هاد الديكور. فخلي الموارد اللي معاي باقيه خليهم يعني مثل ما هن. انا بس كان بدي اصنع كامب فاير. وين الكامب فاير تبعي عشان نقدر نصنع كامب فاير؟ لازمني كامب فاير عشان اقدر احطه جوا هون. وين الكامب فاير؟ ثواني، احط الكامب فاير امام البيت. انا ما فرجيتكم البيت من الجهه المقابله يا جماعه، امام البيت الجهه المقابله جدا رهيبه. شوفوا يا جماعه ايش سويت، والله الله الله، هذا هو الجهه المقابله للبيت تبعي. بيت جدا بسيط وجدا جدا رهيب، انا صراحة حبيت اني اسوي هذا البيت. راح افرجيكم من الداخل ايش ممكن نستفيد من هذا البيت. ايش هذا يا حبيبي؟ ابعد انت، انا معي لحم اصلا كافي لحتى اطبخ. فاول ما ندخل معانا هون درج بيوديني لفوق، ومعانا هون فورا ممكن، او نسيت احط باب هون للاسف الشديد، ما عاد معي بواب. اوه شيت، ما عاد معي باب لحتى احط باب، ما عليكم راح احطه بعدين. اصبروا بس يا جماعة، خليني ازود هدول على السريع، معلش. ايوه فالباب عشان تصنع الباب ما كان لازم اشي غير انه يكون معك توين. خلني اصنع التوين على 2 3 4 5. وين الباب؟ باب باب باب، ايوه خلني اصنع باب لانه ححط الباب هون انا حاليا. خلي كل شيء منظم ممتاز جدا. خلني افتح الباب وخلني اسكر الباب هون. المنطقة هاي خليتها منطقة بسيطة جدا. هنطلع الدور الفوق، خلني اسكر عشان السبايدر والتماسيح ما يطلعوا. فنطلع الدور الفوق، راح احط هون كمان ماكينات او ادوات، ممكن اكبر البيت تبعي بعدين. فعنا هون الضفة هي اللي فوق صراحة أنا شايفها رهيبة، وفكرت يعني إني أحط كمان تورش بسيط يكون معلق فوق الباب، بس لازمني طلع كول. هذا التورش طبعا بيتعلق، يمديك تعلقه يعني، بس كان لازمني كول، أنا ما عندي كول حاليا للأسف، لازمني فحم يعني. فراح أحط السرير مثل ما قلت لكم، لازم أصنع سرير. السرير هذا الابتدائي راح أحطه حاليا. أوه كان بدي أصنع هذا، خلني أصنع هذا أحسن عشان اللي فوق هذا بيطول، هذا إذا طلعت من الجيم خلاص راح علي. خلينا نصنع هذا السريع، اوكي نصنع رقم 6. البيد هذا راح احطه هون جوا البيت، راح يكون بالدور اللي فوق، راح نحطه فورا هون. هذا السرير راح يكون اول ما اموت بيرسمني فورا هون بيرجع، تمام؟ خلاص الاونر مكتوب محمود، باوند محمود، جدا جدا ممتاز، اول ما اموت بيرسمني فوق. طيب خلينا نطلع، واعتقد يا جماعه انه طولنا هون بهي الحلقه هاي المره. معي اكل، حاطبخ شويه اكل كمان عشان نطبخ شوية أكل. في عنا أدوات هون كمان لازم أسويها، بس ما علينا. خليني أشرب شوية مي، أوكي أشربنا المي يا جماعة الخير. أتوقع هون، أتوقع هون وصلنا لنهاية هذا المقطع. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. هذا البيت جدا بسيط، وإن شاء الله راح أعبي فيه أشياء جدا رهيبة بالحلقات القادمة. هذا البيت يعني ما راح يكون بيت نهائي مثل ما قلت لكم. بالحلقة القادمة إيش هذا اللي عم يضوي هون؟ بالحلقة القادمة راح نروح، راح نتقدم منيح منيح، راح نوصل للمكان الأخضر اللي هون بالحلقة القادمة خلاص يعني. بس مثل ما قلت لكم خلف الكواليس راح احاول اصنع اشياء، راح احطها جوا البيت وراح افرجيكم عليها بعدين، عشان يعني ما يروح وقت على الفاضي بالنسبه للكرافتنج والهي الحركات، لاني ضيعت وقت جدا جدا كثير على هذا الغباء لاني صنعت هذا البيت. اتمنى تحطوا لي رايكم تحت بالتعليقات بالنسبه لهذا البيت. راح اسوي فرن هون، راح احطه هون مشان الحديد، اول ما اجيب حديد عشان اقدر اطبخ او عشان اقدر اكسر الحديد فورا. فهذا كان كل شيء بالنسبه لهذا المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. كان معكم محمود من قناه مامكالو، تشاو.